فبالنسبه للملي امبير، نكرر الكلام ده تاني، انا هنا بختار باستعمال سيلكتور، هنا الحاجه التابس اللي انا باخدها من الاوتو ترانسفورم بتبقى ثابته، بختار هنا من عدد من التابس كل واحده فيها ديفرنت ريزيستنس، وبعد كده بوصلها للفيلمنت. طبعا الفيلمنت ممكن تبقى عندي يعني عندي ممكن يبقى فيه سمول فيلمنت او لارج فيلمنت. السمول فيلمنت المفروض ان انا عندي ترانسفورمر بتاعها هو ده مثلا، دي سمول فيلمنت هي دي، واللارج فيلمنت هي الترانسفورمر الثاني دوت. فبيسكلي انا حسب ما انا عاوز اني واحده فيهم اللي شغالها، السويتش اللي هنا ده يا اما يبقى فوق يحدد لي السمول فيلمنت، او تحت يحدد لي ان انا بستعمل اللارج فيلمنت. وحسب السيلكتور هنا يعني بيبقى فيه ريزيستنس مع الفولتج اللي هنا بتحدد بالظبط الكارنت اللي بيمشي هنا بيساوي كام. وطبعا الكارنت اللي بيمشي في البرايمري بيحدد الكارنت اللي بيمشي في السكندري، او بالتالي بيحدد الكارنت اللي بيمشي في الفيلمنت بيساوي كام. طبعا احنا عندنا الفكره الاساسيه في الاكس راي تيوب، في الجنريشن بتاع الاكس راي، ان انا بطلع الكترونز وبعمل لها اكسلريشن عشان تخبط في التارجت. فالفكره بتاعه الجنريشن بتاع الالكترونز بيبقى جاي اساسا نتيجه لحاجه بنسميها الثيرميونيك افكت. الثيرميونيك افكت هو الريليس اوف الكترونز فروم ا هيتد فيلمنت. يعني انا بسخن فيلمنت، والفيلمنت دي معموله من ماده معينه، يعني لما بسخنها بشكل كبير بيبقى في عندي طاقه كافيه للالكترونز الموجوده فيها علشان تسيب الفيلمنت وتطلع تبقى موجوده بره حره. بعد كده بحط لها هاي فولتج، بعرضها لهاي فولتج او بحطها في الكتريك فيلد بيبقى يعني بيعمل لها اكسلريشن، والاكسلريشن ده بيخليها في الاخر تخبط في التارجت عشان تعمل لنا الاكس رايز. فبيسكلي احنا اساسا حسب الكرنت اللي احنا بنمشيه في الفيلمنت ده بيحدد لنا عدد الالكترونز اللي هتبقى حره من الفيلمنت، وبالتالي تحدد لي الملي امبير اللي هيمشي في التيوب هيساوي كام. طبعا يعني الكنترول بتاع الملي امبير هو مهم علشان يعمل لي الايفكت دوت، بس اكشوالي في انذر ايفكت، حاجه بنسميها السبيس شارج ايفكت، ده الحقيقه بيعمل لي كرنت اضافي بالاضافه للملي امبير اللي انا كنت محدده اصلا من الاوتو ترانسفورمر. السبيس شارج ايفكت بيسكلي هو معتمد على الكي في بي اللي انا حاطه. يعني لما بحط كي في بي كبير جدا، الكي في بي دوت اللي هو الكيلو فولت بيك دوت بيشد الكترونز من الفيلمنت بغض النظر عن حراره الفيلمنت عامله ازاي. فبالتالي احنا بنتكلم على يعني as the KVP is raised, anode becomes more attractive to electrons that would not have enough energy to leave the filament. يعني احنا دلوقتي لما بنحط كارنت على الفيلمنت بنديله طاقه محدده بتخلي عدد معين من الالكترونز يطلع. في بعض الالكترونز الثانيه ما عندهاش طاقه كافيه عشان تسيب الفيلمنت. لما الكي في بي بتعلى زياده قوي بيحصل ان الالكترونز اللي ما عندهاش طاقه كافيه دي بتستغل الطاقه اللي جايه لها من الاتراكشن للانود وتسيب الفيلمنت وتزود لي الكرنت اللي هو ماشي في التيوب. فبالتالي بنتكلم على ان يعني ممكن ان احنا لما يكون عندنا كي في بي كبيره ممكن يبقى في عندنا التيوب كرنت بتبقى اكبر من الحاجه اللي احنا متوقعينها. وبالتالي لازم ان احنا نعمل كوركشن لحاجه زي كده، لازم السيستم الديزاين بتاع السيستم بيعمل كوركشن لحاجه زي كده، بيبقى عامل في اعتباره ان لما الكي في بي بتكون مثلا 120 كيلو فولت بيك مثلا، يبقى في اديشنال ملي امبير بالاضافه للحاجه اللي انا عملت لها سيلكشن يبقى كذا، بحيث بعد كده لما اجي اعمل الحسابات بتاعتي يبقى الحسابات تبقى مظبوطه.